استضافتنا النهارده او الاعلان عن استضافات بطوله العالم، بطولات عالم في الالعاب. نظرتنا بتتوزع على كل الرياضات، يعني الكوره لها اهتمامها، لكن الاهتمام بالالعاب الفرديه موجود سواء على مستوى الاعداد في مشروعاتنا القوميه زي المشروع القومي للموهبه والناشئين والبطل الاولمبي، او في رعايه المواهب وايضا القطاعات الناشئين في الاتحادات زي النموذج اللي موجود في الاتحاد المصري للسلاح، واصبح عندنا قطاعات ناشئين قويه جدا في ثلاث العاب اللي مرتبطه بالسلاح، وتصنيف مصر فيها الاول على العالم، وعندنا ابطال عالم يعني الحمد لله. وجهدنا للتخطيط لي في السلاح بتكلم يعني مخططين ان شاء الله يكون في عدد من الميداليات مخططين لها، وفي اجتهاد كبيره جدا في 2024. استضافه مصر لهذه البطوله لم يكن من فراغ، ولكن كان بوجود استضافه مصر العام الماضي في شهر فبراير لبطوله كاس العالم للرمايه بحضور رئيس الاتحاد الدولي الذي اشاد بالبنيه التحتيه وبوجود قوه سياسيه كبيره تدعم الرياضه في مصر، مما جعل رئيس الاتحاد الدولي اسند هذا العام بطولتين، ودي لاول مره في تاريخ الاتحاد الدولي للرمايه ان يسند بطولتين في عام واحد لدوله واحده، بل والاكثر من ذلك انه اسند في مصر بطوله كاس الرئيس، وهي البطوله التي تعتبر مصنفة الأولى على العالم، حيث يقوم المشاركين فيها هم ال 12 رامي من أحسن 12 رامي على مستوى العالم. النهارده كان في حدثين بالنسبة لنا، الحدث الأول هو الإعلان عن بداية فعاليات بطولة كأس العالم سلاح الشيش البنك الأهلي. البنك الأهلي هو اللي بيرعى البطولة دي على اسمه، وبقت من ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي للسلاح. عدد الدول المشاركة في مسابقة الفردي 33 دولة 182 لاعب، وعدد الفرق المشاركة في مسابقة الفرق 22 لاعب، واحنا استاد القاهرة هيستضيف البطولة في صالة رقم 1، وان شاء الله الفريق المصري هو المصنف السابع عالميا يقدر ان هو يعمل نتائج جيدة. فيما يخص الحدث الثاني، النهارده كان في توقيع بروتوكول الرعاية اللي ما بين الاتحاد المصري للسلاح والبريد المصري كراعي ذهبي للاتحاد المصري للسلاح لمده 3 سنوات ابتداء من اليوم ان شاء الله وحتى نهايه دوره باريس 2024.